بسم الله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا بكرة وأصيلا بكرة وأصيلا. نأخذ بعض آيات من سورة البقرة دكاو لباش، نبدأ من آية 204 إن شاء الله تعالى، ويأيدنا ربنا في سعينا اللي نبتغي من ورائه وجه الله ورضا الله والقرب من الله. يقول مولانا: ومن الناس، شوف الإخبار شيعة طلعك ربي على كل الأسرار، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني خطاباته ساحرة في كما تقولنت في ظهر الأمر ليس هناك كذب ولا افتراء ولا تناقض ولا تلاعب على حبل الكلمات و و و و و وهذا عنا بزاف في أمة الكرب اللي يجيوا هما يحبوا يكونوا أرباب ويكونوا قواد ويكونوا في الليدرشيب في القيادة، هما أسقط خلق الله. لذلك وقت اللي يحطوا ديهم في أي دولة وأي مشروع تلقى رضا الله يتبخر وسخطه يتنزل. يناسفهم بطبع قواتكم شكون عموما. والحمد لله دائما كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الخير في وفي أمتي، أمتي مش لتدعي أنها من الأمة، خير. نعم صدقت يا خير الخلق عند الله وعندنا، أمتك تحبك وتسلم عليك وتصلي عليك يا قائدنا الأعظم يا حبيب المولى الأول. والسلام علينا أمة الإسلام أتباع محمد عليه الصلاة والسلام.